معانا من قدام صحيفة The Guardian الأستاذ حازم الرفاعي. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. مساء النور. حضرتك أنت بتحتج على صحيفة The Guardian ليه؟ لأن صحيفة الجارديان في الأعوام السابقة قبل ثورة يناير وقبل ثورة يونيو كانت صحيفة منحازة للحقوق العربية. طبعا نتيجة لتغيرات في ملكيتها والهيكل الملكية بتاعها تغير موقفها وأصبحت صحيفة منحازة تماما ضد حقوق الشعوب في الشرق الأوسط. أصبحت صحيفة بتتحرك في إطار بعيد تماما عن حريات الصحافة وعن التغطية الأمينة والصادقة للإعلام. هم تجاهلوا ثورة 30 يونيو، تجاهلوا تاريخ جماعة الإخوان المسلمين الإرهابي والدموي، تجاهلوا الجماعات الإرهابية المنبثقة من جماعة الإخوان المسلمين، وتجاهلوا العنف اللي حصل في مصر بعد ثورة 30 يونيو وضد الأقليات وحرق، يعني حتى في طريقة إظهار القصة بشكل كبير في تجاهل للحقيقة. الحقيقة بتصور كأن جماعة الإخوان المسلمين هي تنظيم ديمقراطي وحصل ضده حراك غير ديمقراطي، والحقيقة هي أن تنظيم الإخوان المسلمين تنظيم لم يكن في تاريخه تنظيم ديمقراطي، والذي حدث ضده هو حراك جماهيري ضم ملايين البشر ضدهم. شكرا. أنت النهاردة بتقول صحيفة The Guardian أو أي صحيفة كاذبة ما بتقولش الحقيقة، بتقول لهم إيه النهاردة؟ النهارده بنقول لهم ان الحقيقه دائما تسطع، لان الشعوب اقوى من الاكاذيب. النهارده موجودين، بالامس استمعنا الى خطاب اوباما في الولايات المتحده الامريكيه، وخطاب اوباما في الولايات المتحده الامريكيه هو انهيار للاكذوبه التي روجها الاعلام الغربي حوالين سوريا. النهارده المشروع الامريكي في سوريا بينهزم وبيتراجع، حقائق الارهاب التي حدثت ضد الشعب السوري من اكتساس الرؤوس وشق البطون والعنف الارهابي المنظم انهار مع خطاب اوباما. الشعوب تنتصر في النهايه. شكرا.